تبييض الأسنان هي أكتر حاجة بنتسأل عليها في عمليات تجميل الأسنان. طب هل كل الناس ينفع لها تبييض الأسنان؟ تقريبا 90% من الناس نقدر نعملها تبييض أسنان. في بعض الحالات اللي بنضطر نعملها تركيبات تجميلية نتيجة لصعوبة عملية التبييض. طب هو التبييض بيتعمل إزاي؟ في 3 طرق للتبييض. في تبييض بالليزر بنعمله في العيادة، في تبييض كيميائي بنعمله في العيادة، والنوع الثالث اللي هو التبييض المنزلي ده بنديه للمريض يستخدمه في البيت. افضل النتائج بتيجي من دمج نوعين مع بعض، فغالبا احنا عندنا بنشتغل بطريقه الليزر والمنزلي مع بعض. دي بتادي النتيجه تقعد على الاقل 2-3 سنين مع الاحتفاظ بيها، ويجب على المريض اللي بيعمل عمليه التبييض انه يراعي انه بعد التبييض ما ينفعش يستخدم اي حاجه ملونه لمده اسبوع. يحاول يقلل التدخين لو في تدخين، نقلل اي انتيك في اي صبغات من اي نوع بالذات اول اسبوع. كل ما طالت الفترة وكل ما قل التصبغ اللي بنديه لسناننا، كل ما التبييض هيقعد فترة أطول وسناننا تبقى صحية وأجمل بكتير.